المرة الثالثة يا جماعة، هدهد على التوالي. للمرة الثالثة يا جماعة الشبكة بتمسك هدهد، وتقريبا مش نفس الهدهد برضو اللي ماسكينه المرة اللي فاتت ولا اللي قبلها. سبحان الله شكله جميل. زي ما قلت لكم قبل كده، الهدهد ده بيستخدم في السحر، في ناس بتستخدمه في عمل السحر. يا ريت اي حد يعرف معلومات عن الكلام ده يكتبها لنا في تعليق. في ناس بتاخده بتغليه في مية سخنة، تحطه في ميه يعني بتغلي، معرفش بقى بيذبحوه ولا بيحطوه حي، وبيفضل عظمه كده بتعوم على الوش، العظم كله بيختص وفي عظمايه واحده بتعوم على الوش. في ناس بتعتقد ان العظمايه دي بتضر وبتنفع والعياذ بالله، وبتعملها في تميمه كده وتعلقها في صدرها علشان تحميها او تجلب لها الرزق او الحظ او حاجات زي كده، وده طبعا كله كلام خاطئ. بحب ادي بس معلومه، واللي عنده معلومه برضه يضيفها. وفي ناس تانية بتستخدمه في السحر، بتديه للسحرة وبيعملوا بيه اعماء، بيسموها قلب الحبيبه او قلب النساء وحاجات زي كده والعياذ بالله. فرجاء يا جماعه اللي يعرف اي معلومه عن الموضوع ده يكتبها لنا في تعليق تحت، وما تنسوش تدعمونا بإعجاب للمقطع لو عجبكم، ومشاركة على موقع التواصل الاجتماعي، والدعم الكبير طبعا اللي هو الاشتراك في القناة، ده أكبر دعم هتقدمه لنا يعني. وديت مصيدة الميزان أو المصايد اللي عندي، لو تحبوا تعرفوا أكتر اكتبوا مصيدة الميزان على اليوتيوب، وهيظهر لكم شرح وهيظهر لكم مقاطع تانية كتير. او ادخلوا في قناتي ديت على التحميلات بتاعتي، هتلاقوا حاجات تعجبكم ان شاء الله يعني. واستودعكم الله، واستودع الهدهد برضو لله. يلا باي باي.